يمكن انتوا يعني البنك المركزي اقر خلال الفتره اللي فاتت مجموعه من الضوابط اللي بتحدد عمل مثلا التحويل عبر الموبايل وخلافه. دي كانت نقطه تحول مهمه في السوق المصري، وبتوفر على المواطن مجهود كبير عشان يحول امواله، ويمكن في اي وقت يقدر يحول اموال. ازاي حضرتك من وجهه نظرك شايف ان هذه الخدمات حتى الخدمات البسيطه منها تساعد المواطن في انه يعمل عملياته الماليه بشكل اسهل واكثر سرعه؟ خلينا نشوف من البدايه. احنا طبعا المواضيع دي ما بتجيش ما بين يوم وليله، ده تطور وعلم بيتطور عشان توصل للهدف اللي انت المتشود، فهي بتاخد وقت. يعني مثلا من ضمن الحاجات احنا عندنا دلوقتي بنسمح بالموبايل، في عندنا الاي والت، في بنوك كتير، في بنوك كتير بقى عندها فروع ديجيتال، في الاكتر من كده ان احنا اللي احنا رايحينه ان هو اللي بيقولوا عليه الاي كيو اي سي. يعني النهارده بدل ما العميل في قريه بسيطه او في بلد صغيره عشان النهارده يروح يفتح حساب لازم يروح البنك او فرع البنك اللي في المركز، النهارده ده الراجل ده معناه ان هو يروح يوم هيتكلف مواصلات رايح ضيع وقت، طبعا ضيع وقت اليوميه بتاعته، فالنهارده بقى خلاص بيقدر يعملها بين مكانه، وبتبقى لها بطريقه معينه عشان تتاكد ان هي معموله صح. الاميز من كده ان هو بعد ما بيعملها هتبقى موجوده ومتاحه على مستوى 38 بنك. يعني انت تخيل انت النهارده يعني تقدر تفتح حساب في حال اقرار الخدمه دي، تقدر بالزبط. تفتح حساب في اي مكان ويتعمل عليك مع اي بنك، ويتعمل عليك الاي كواي سي، دي مهمه جدا لان اللي هي يعني اعرف عميلك بس الكترونيا يعني. الكترونيا لان الميزه في ايه النهارده، انت لو عايز تفتح في ثلاث بنوك مثلا النهارده في الوقت الحالي قبل الخدمه دي لسه هتدخل النهارده، لازم تروح الثلاث بنوك تعمل نفس الاسئله ونفس الاجابات عشان تقدر يفتح لك الحساب. انت النهارده هتعملها واحده والبنوك الثلاثه هتشوفها خلاص، انت مش هتعملها تاني. فدي التوفير. النهارده بنتكلم على الناس بتوع التمويل متناهي الصغر، النهارده عشان يروح يدفع القسط البسيط ده لا، النهارده بقى فيه بالموبايل يقدر يدفع القسط ده، لا مش محتاج بقى ياخد مواصله ويروح ياخد مواصله ويضيع يومه ومجهوده. فالامور بتتحرك في الاتجاه الصحيح. انا يعني ان شاء الله متفائل جدا جدا بالتحول الرقمي، وان احنا يبقى في الفاينانشال تكنولوجي هتساعد كتير خاصه في الشمول المالي اللي احنا يعني شايفينه ان هو مهم جدا جدا لمصر، عشان هيحرك كتير وهيحسن اهم حاجه هيحسن المؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر كلها. يمكن ده سؤال مهم، يعني حضرتك شايف من وجهة نظرك فكرة التحول إلى اقتصاد رقمي، وحتى لو بمظلة أشمل شوية فكرة الشمول المالي، إزاي ده ممكن يخدم الاقتصاد كدولة ويقدر يخدم المؤسسات كمان اللي بتشتغل في هذا الاقتصاد، ووصولا إلى المواطن؟ حضرتك يمكن اتكلمت عن لمحة يمكن هي مهمة لكنها مش كل حاجة لتسهيل العملية على المواطن، لكن أكيد في استفادات أخرى بيستفيدها المواطن من هذا التحول الرقمي والشمول المالي كمان في نفس الوقت. هي لها فوائد عديدة الشمول المالي. خلينا نقسم فوائد على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى مستوى القطاع المالي والمصرفي. فاحنا النهارده يعني بحسبه بسيطه جدا على الاقتصاد الكلي، انت عندك مؤشرات نمو ناتج محلي مستوى الدين بالنسبه للناتج المحلي. خلينا نتخيل ان احنا باكثر الارقام تحفظا من ناحيه القطاع الغير رسمي، اكثر تحفظا هنقول 30%. انا معنى في تقديرات اكثر من كده، انا بقول اكثر تحفظا. تخيل ال 30% دي يعني معناها انت اضفت تلت الاقتصاد للاقتصاد. فتخيل لما تيجي تعمل كل النسب بتاعتك من ناحيه الدين، من ناحيه الاكسترنال، لا هنشوف اكيد ارقام مختلفه طبعا خارجي، كل الارقام دي هتعمل لك من ناحيه حتى الـ 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 الدين المحلي بتاعك قدام الناتج المحلي. كل الارقام دي هتتحسن على طول طبيعيا مجرد ما الناس دي تخش في هذا الاقتصاد الرسمي، حتى ده على مستوى الاقتصاد الكلي. تعال بقى نتكلم على مستوى البنوك. البنوك النهارده الفلوس اللي هتخش دي ما هي بره، هتخش هيتم استغلالها الفلوس الكاش اللي بيتم تداولها كاش هتدخل الجهاز المصرفي، هتخش الجهاز المصرفي هتستخدم احسن، هتحسن في ارباح البنوك، هتدي نوع من الاستقرار الاكتر. يعني النهارده خلينا نقول لما يبقى انا عندي من الناحيتين عندي ودائع، احنا عندنا الودائع العمل عندنا حاليا بتمثل حوالي من 70 ل 75% من حجم الودائع، وده شيء كويس ان هي متوزعه ما فيهاش
تركيزات. فتخيل الودائع دي دخلت هتدي، والودائع دي ودائع مش كبيره ومتنوعه، فهتدي نوع من الاستقرار على مستوى الودائع الموجوده، على مستوى الودائع اللي هي البنك بيستخدمها عشان يقدر في الناحيه الثانيه يسلفها. هنخيل برضو هو بيسلف المشروعات الصغيره والمتوسطه، هتدي له نوع من عدم وجود تركز، اللي هو من اكثر المخاطر الموجوده حاليا، اللي يبقى عندك تركز في الائتمان.